واحد الحلقة على كيفاش نوجد طاجين المغربي وشنو هما اللي خصني، يعني الحاجيات اللي خصني نجيب باش نوجد طاجين مغربي. يعني اي واحد في الدار بالنسبة الى بغى يدير الطاجين المغربي القوام ديالو كامل ضروري غادي يكون في الدار، لان يعني الطاجين كيحتاج اللحم والخضرة والابزار والزيت وغير ذلك. اول حاجة انا عندي غادي ندير طاجين ديال شخص واحد كما كتشوفوا معايا، ده هو الطويجن ديالي ديال شخص واحد. غادي ندير كيفاش ندير هاد الطاجين من البداية حتى للنهاية، شنو غادي نحتاج كما شفتوا معايا عدد الطاجين ديال جوج الاشخاص ولا شخص واحد. انا بحكم بوحديتي في الدار غادي ندير طاجين ديال شخص واحد. كنحتاج طاجين، غادي نحتاج الدجاج ولا اللحم، وانا غادي نديرو اليوم بالدجاج يعني بحكم بوحديتي. غادي ندير هاد الفخض، اما دير الفخض ولا دير السدر. غادي ندير فيه الجلبانه، هذا وقت الجلبانه. غادي ندير خلاص الربيع القزبور مع المعدنوس مخلط عندي. غادي نحتاج البصله، الشيفلور الا كان، الا ما كانش ماشي مشكل، خيزو حتى هو، بطاطا اللي هي ضرورية في الطاجين، مطيشة حتى هي ضرورية، ثومة حتى هي، والحار خلاص اللي هو عزيز على المغاربة كاملين. وغادي نحتاج شوية ديال الزيت بلدية وشوية ديال الزيت رومية. ونزيد غادي نحتاج الملحة، غادي نحتاج سكين جبير، غادي نحتاج الابزار، وغادي نحتاج الفلفله الحمراء والخرقوم ولا الزعفران. من هنا دابا غادي ننطلق، غادي نقشر الخضره وغادي نوجدها ونوريكم كيفاش نستف هاد الخضره في الطاجين المغربي. ما قشرت الخضره دابا غادي نديرو طريقه ديال التحضير. اول حاجه كنجيب خيزو قشرتو حيدت له القلب، يعني كنصاوبو بحال هاد الطريقه هادي. يعني علاش كندير خيزو هو الاول؟ باش العافيه، باش الحريق خيزو طاسح شي شويه، يعني ما كيخليش العافيه توصل ديريكت للحم ولا الدجاج ولا شي حاجه. يعني كنقطع خيزو، وتا خيزو يعني كيطول في الطياب. دابا غادي ندير البصله، يعني البصله كنديرها لتحت، يعني كما قلت لكم علاش كندير البصله والخيزو. خيزو كيتعطر في الطياب وغادي يشد لنا العافيه باش ما توصلناش العافيه للخضره الاخرى ويتحرق. يعني بلاش كنديرو خيزو والبصله، وكاين دابا خيزو والبصله لتحت. دابا غادي ندير الدجاج، غادي ندير الدجاج بهذه الطريقه هذه، غادي نديرو فوق منه. علاش ما نديرش الدجاج هي الاول؟ باش ما يتحرقش اللحم، يعني ضروري كدير شي حاجه من تحت، اما خيزو ولا البصله. من بعد غادي ندير البطاطا، نجيب البطاطا كنقطعها طريفه بهذه الطريقه هذه، نقطع البطاطا بهذه الطريقه كنستفها يعني بهذه الطريقه هذه. دابا غادي نجيب الجلبانة كنطوفها وكندير بها هكا كما كتشوفو معايا، يعني كندورها طاجين كامل على هاد الشكل هنا. من بعد الجلبانة دابا غادي ندير الشيفلور، يعني تا هو غادي نديرو بحال هاد الطريقة طريقة صغار، يعني غادي ندورو الطاجين. علاش؟ باش كندورو بهاد الطريقة هادي باش ملي كدير الغلاقة مكيجيش كلشي مشتت في جهة وحدة، يعني كيكون شاد الطاجين كامل كما كتشوفو معايا هنا. يعني شوفوا هذا الطريقه هذه هانتوما معايا، يعني الطريقه سهله. عند الشيفلور بعد ما درت الشيفلور كدير الثومه، الثومه ها هي كما كتشوفوا معايا، الثومه تقدر تقطعها تقدر ديرها طريفات هكا، يعني ديرها طريفات. الثومه هي صحيه، يعني اللي بقى ميكتر منها وكتعجبو الثومه غير ديرها. دابا غادي ندير مطيشه كنقشرها بهذه الطريقه وكنحيد منها خلاص الزريعه، حيد منها الزريعه وكنضربها طريفات على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. يعني علاش هاد الطاجين صحي؟ هو كيفور بحال كتجيك الخضره غير مفوره، ما كتجيش طايبه فيها ليدان، يعني ما فيش ليدان ديال المرقة وهذا، يعني كدير خضره مفوره وكتبقى يعني كتكون فيها واحد اللذه زوينه مع النكهه ديال العطريه والعطريه والدجاج اللي كت هذا. كما شفتوا معايا انا درت الطاجين خلاص. الحار هذا الحار، ها هو الحار كما شفتوا معايا كندير، يعني الناس اللي كيعجبهم الحار كيديروا واحد الجويجه بحال هكا، يعني ما تقطعوش باش ما يجيكش الحار كامل. دابا غندوزو للعطريه، كنديرو
صبور من هذا الموز بالطريقه هذه. يعني دابا غادي ندير الملحه، الملحه مشيت معايا ندور عليها الملحه هكا كامله، يعني الناس اللي عزيز عليهم الملحه خلاص هذا، وهي الملحه ماشي صحيه يعني ما ندير شويه هذاك الملحه. دابا غادي ندير سكين كبير، يعني غالبا خصك ديرهم بيديك بحال الطريقه هذه باش تشد طوال الطاوله يعني كامل بهذه الطريقه. انتم شفتوا معايا يعني سكين كبير الابزار، هذا هو كنديرو نفس الطريقه، حاول ما نديروش بزاف عارف ليه الابزار قاصح شي شويه، كنديرو بهذه الطريقه هذه وشويه ديال الفلفله الحمراء يعطينا شويه ديال الكولور بهذه الطريقه. ها دابا يعني الطاجين ديالنا وجد، شنو غنديرو دابا؟ غادي نديرو شويه ديال الزيت الروميه، يعني غادي نديرو الزيت بحال الطريقه دور عليه غير شويه ديال الزويته باش ما يجيش يدم بزاف. ندير الزيت الروميه ملي عندو الزيت البلديه، يعني غادي يخلط شويه ديال الزيت البلديه ضروري باش يعطيها واحد النكهه. وها الطاجين ديالنا واجد، يعني باش نطيبوه يعني صوبنا له كاع القوام اللي خصو كما شفتوا معايا، يعني الطاجين فيه القوام صوبو، يعني سهل الطريقه ديال التصوير ديالو سهله. احنا الطاجين ديالنا غادي نصوبو، الطاجين كيحتاج فاش غنديرو واحد العافيه يعني خصها تكون يعني ناقصه بزاف البوطا، وكنديرو الطاجين ديالنا يعني ونخليوه يعني هكا، يعني غتسنى واحد المده طويله باش يوجد. ها هو الطاجين ديالنا كيوجد، و او ميم طون هاد انا درت فيه بزاف يعني راه ما غاتسد ليش، ولكن غير غادي يبغي يطيب غادي تبقى تهبط، هو خصو العافيه تكون ناقصه بزاف. خليكم معنا حتى توجد كما شفتوا معايا، هو تسد راسو يعني كما شفتوا الغلاقه في الاول ما كانتش كتسد، دابا تسد من بعد واحد تقريبا ساعتين ديال المكانه العافيه مهدنا. ها هو الطاجين ديالنا شفتوا كيفاش وجد، يعني ولا كيشهي شوفوا معايا، يعني هذا هو الطاجين ديالنا كما شفتوا معايا، هو مازال شفتوا الخضره كيمفوره، يعني هذا هو الطاجين باش نتغدى. يعني فعلا بنادم يمشي للسنقة وما كيعرف شنو كياكل يوجد الطويجن ديالو بهذه الطريقه سهله وما كيطلبش الوقت بزاف، يعني ديرو وسير قضي شغالك واحد ساعتين بالمكانه واجد فعل ماليا. الا نقول لكم بالصحه والراحه، اللي يحتاج اي معلومه ما عليه الا يخلي تعليق وكومونتير، وما تنساوناش بواحد الاعجاب وواحد البارطاج وواحد الاشتراك في هذه القناه، وشكرا لكم وشهية طيبة من جديد.